في ناس كتير ما تعرفش الجزء ده اللي بيجي مع مكنة التخانة، سواء الـ APT أو المكنة التوتال بيتعمل بي إيه. وفي ناس كتير طلبت مني طريقة فك وتركيب الكساتير. الفيديو ده هيبقى عن طريقة فك وتركيب الكساتير، وكمان هنجرب فيه الكاستير الجديد اللي عملناه في شركة آيرون. يلا بينا. ازاي بنفك الكاستير من المكنة مكنة التخانة؟ زي ما انتوا شايفين، انتوا هتشيلوا الغطاء اللي هنا، سواء كان بتاع نطر النشارة البرة او الجزء اللي هو بيتركب على المكنسة. هتلاقوا المسامير دي، مسامير دي مقاس 9، هتفكها في الاتجاه اللي هو لليمين كأنك بتربطها، تمام؟ لان الفك هو كأنك بتربط المسمار، بتربط المسمار كده، لكن التركيب هنشوفه بعد كده في الاتجاه التاني. هتفك المسامير دي، تحلها شوية وهتطلع الكاستير. هتلاقي تحت السوستتين، هوريهم لكم، دول هم اهم حاجة في ضبط الكاستير مع الأداة دي. هنبتدي نركب دلوقتي. اهم حاجة ان احنا نعرف اتجاهاتنا كويس. السوستتين دول من اهم الحاجات بتاعة الضبط. ده الكاستير الجديد اللي احنا هنركبه مع بعض دلوقتي. هنحط دي كده، نقفل المسامير شوية، طبعا لما نيجي نفك الكاساتير لازم ننظف المكان ده، وهنحط الكاستير كده بالمنظر ده زي ما انتوا شايفين كده. هكبر الصورة. ده سبب تركيب السوست، ان هي تظبطها لك من هنا لغاية هنا مرة واحدة. يلا بينا نبتدي نستخدم الأداة. شايفين المشقبية دي؟ هي دي اللي فيها الفكرة بتاعت ضبطة الكاستير. هتحطها كده وهتزق لورا كده، شايفين ازاي؟ هكبر برضو الصورة. هتحطوها كده، بصوا الكاستير هيحصل له ايه. هتزقوها لورا كده وخلاص، كده الكاستير اتظبط من الجنبين وتبتدي تربط. تعالوا نربط بقى. الربط هيبقى لمسمارين فقط لا غير، وبعد كده تشيل الأداة دي وتربط الباقي. هنبتدي نربط. وصلنا لآخر مسمار في الكاستير الأولاني، ونقرط على كل المسامير ونتأكد. تمام، خلصنا أول واحد، هنركب التاني بنفس الطريقة. عايزكم تبصوا تشوفوا مستوى ارتفاع الكاستير، هتلاقيه متساوي من الناحيتين. ده المقصد من استخدام الأداة دي. والأداة دي بيبقى ليها أشكال مختلفة، زي ما هنشوف في مكنة الـ APT شكلها مختلف شوية عندي. نركب الكاستير التاني وبالمرة نجرب الكاستير اللي احنا عملناه ده، نشوف مدى قوته ونجاحه.
هنا هنفك الكاستير بتاع مكنة الاي بي تي. بيجي معاها المفتاح الالنكي ده، بيجي معاه ثلاث مفاتيح الانكي، فده واحد منهم عشان يستخدم في فك الكاستير. شايفين ده الكاستير، الخروج دي كلها المسامير بتخش فيها علشان تظبط، تمام؟ طبعا لما نيجي نفك دايما لازم نستفيد وننظف المكان ده بالهواء كويس، هننظفه ونجيلكم. ودي طريقة التركيب. موضوع في منتهى البساطة. هنحط المسامير، نشبطها بس تشبيطة كده هنا. طبعا انا ما بقولش حاجة جديدة، الكلام ده ممكن يكون موجود في فيديوهات اجنبية، لكن بالعربي ما حصلش ان حد عمله قبل كده. شايفين المشابيتين دول، دي ودي، هم دول الاساس بتاع الزبط. هتحط دي كده، هترجع دورة شوية كده، وهتحط دي كده وتزنق المشابية على سن الكاستير من الناحيتين وزق الورق، تمام كده اهو. خلينا نعملها كده احسن. وهو اساسا الاداة دي الدوران بتاعها نفس دوران الغطاء بتاع الكاستير، فهيظبطها لك تماما كده. الكاستير ارتفاعه من هنا لغاية هنا هيكون ارتفاع واحد. برضو زي ما عملنا في المكنة التانية، هنربط مسمار من الناحية دي واحنا ماسكين الأداة، ومسمار من الناحية التانية، نربطه لغاية آخره كده، ونروح على الناحية التانية هنربط برضو المسمار ده لغاية آخره. كده الكاستير مظبوط. كمل رباط الباقي وانت مغمض وقرط عليهم والموضوع انتهى. وكده خلصنا تركيب الكاستير. اتعشم يكون الفيديو ده مفيد ليكم، وعن كيفية استخدام الاداة دي اللي بتيجي مع مكنة التخانة. شكرا ليكم، كنت معاكم احمد رأفت، قناة نجارة.com.